اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده بنهديها لكل اولادنا واطفالنا اللي في الامتحانات واللي بيذاكروا واللي محتاجين مجهود كويس. النهارده مع بعض بنشتري الناجتس من اي سوبر ماركت او المحلات اللي بتبيع الحاجات الجاهزه، بنعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه زي الناجتس اللي تشيكن مثلا بتتعمل ازاي، لها تفاصيلها بسيطه وسهله ومكوناتها في متناول الجميع. اذا كان توست مع صدور فراخ هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونتلاشى المشاكل اللي ممكن تواجهنا، زي ما يكون فيها ميه مش مستويه من جوه، فيها دم، الحاجات اللي ممكن ولادنا ما يرضوش ياكلوها من الطريقه ديت. احنا هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه. معانا الافوكادو النهارده اكله الرياضيين، ممكن يكون سعره غالي شويه، خلونا نعمله النهارده بطريقه مصريه. هو طبعا من المقبلات الأساسية في المطبخ المكسيكي. هنعمله ازاي؟ مع بصل مع خبز التورتيلا كده المقرمش، لطيف وجميل ويعتبر طبق مقبلات أساسي. التومية فيها أقاويل كتيرة، بتتعمل بالتوم والمايونيز ولا بتتعمل بالنشا؟ النهارده هنحسم القول فيها ونعملها بطريقه سهله وبسيطه هتعجب حضراتكم. معانا ساعه من الوقت ان شاء الله هنعمل كمان البوريك بالجبنه مع حبه البركه بطريقه سهله وبسيطه، وازاي نعمل عجينه البوريك جوه البيت ونحشيه جبنه موزاريلا، نحشيه جبنه قريش بتاعه الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من التلفزيون المصري. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه، وبالتاكيد الحلقه النهارده عشان ولادنا اللي بيذاكروا واللي بيمتحنوا، نتمنى لهم التوفيق كل نجاح إن شاء الله. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعوا تروحوا بعيد. هستأذن حضراتكم تاني نطلع بمقادير التومية على الشاشة علشان نشوفها بتتعمل إزاي، ودي مهمة جدا أنا حابب أعملها علشان سندوتش الشاورما لا يخلو من التومية، فراخ مشوية لا تخلو من التومية، مشويات لازم تومية، والتومية دايماً صديقة الشاورما أو صديقة الفراخ عموماً يعني. مقليات زي اللي معايا دي كده والناجتس ده كده ممكن ناكلها بالتومية وبالكاتشب، ولادنا بيحبوها. تعالوا نعملها مع بعض كده سريعاً. والمقادير على الشاشة. حاضر يا فندم. والمقادير على الشاشة وما تشيلش التومية. المقادير في متناول الجميع. حط الخلاط ده كده ولازم تشتغل يا عم الحاج بقى ومتى إيه؟ ما تحرجنيش معاك. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الكلام. هنعمل ايه؟ عندنا المهلبيه اللي هي عباره عن نشا وحليب. ودي موجوده او تعمليها جاهزه. يعني ايه يا شيف؟ بتجيبي النشا وتجيبي حليب وتحط الحليب على النار يغلي، تاخدي النشا ده تقلبيه في شويه ميه وتحطيه على الحليب. شفت ازاي القوام ده كده؟ مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. عامله زي البلوزه البيضة. شفت ازاي القوام ده كده؟ دي المهلبيه، دي التوميه، زي اللي بتاكلها بره بالظبط. كل ده في قلب الايه؟ الخلاط. حلو. واحده واحده كده عشان نعمل التوميه بالطريقه اللي بتحبوها. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط شويه زيت عشان تديها نعومه وتديها لمعان. حلو الكلام. لازم نعرف بنحط ايه على ايه عشان في الاخر ناخد ايه. عصير ليمون عشان يدي فليفر وتيست. اسمها ايه هي؟ اسمها توميه، يبقى لازم التوم، والتوم هنا يكون ظاهر وله شخصيته، ولكن معلقه الخل وتواجد الخل بيديها عمر طويل لو اتشالت في التلاجه. حلو زي الفل. ومعانا التوم الطازه. زي الفل تمام اهو. طبعا لازم نظبط الملح، ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا. بعض المحلات، مش عايزين يعني ايه نتكلم عن حاجه، بيستخدم في التوميه ملح الليمون. ملح الليمون وجوده في التوميه في البقوليات مع الوقت بيسبب مشاكل كبيره جدا للجهاز الهضمي وخاصه القولون، ويعمل مشاكل مع ارتجاع المريء وسرعه الهضم ويبطئ الهضم، ومع الوقت الكبير والعمر الطويل والسن يجي لنا ارتجاع مريء، هنتحرم من لذه الطعام وهضمه، وان احنا قاعدين نرجع نايمين نرجع والجو اللي احنا عارفينه. ليه يا عم الشيف؟ عشان بناكل فول كتير، والفول علشان يستوي بسرعه مع الراجل الفوال وما يحرقش غاز كتير، والانبوبه تقعد عنده اسبوع شغاله او بيستخدم غاز ما يحرقش غاز كتير، فبيحط ملح الليمون او بيكربونات صوديوم في قلب الفول علشان يستوي بسرعه. لازم نعرف التفاصيل دي كلها. احنا بنقول الصراحه ورزقنا على الله. حلو الكلام. ولكن الفول عشان يدم الصح
يتنعمل بالليل ويتحط على الورش دي ده في البداية، ثم يغلي، بعد كده نهدي النار من عليه، وكل ما المية تنقص نزوده مية مغلية. هي دي الأصول بدون ما نحط بيكربونات صوديوم. وملح الليمون منعا باتا، ما يتحطش مع التومية ولا مع الحمص الشام علشان يغنينا عن الليمون الطازة. ده ليمون طازة زي الفل في التومية. الحمص الشام لما بنشتريه برضو قبل ما اشغل الخلاط، معلش، بتلاقوا الحمص الشام فيه طعم الحامض كتير. الحامض ده جه منين؟ الكيلو ليمون بيعمل مبلغ سعر كبير، يعني اعتقد الليمون غالي. عشان اعصر ليمون يديني الحموضه دي عايز 2 3 كيلو ليمون، فبيحط ملح الليمون. ملح الليمون ده عامل زي الملح بتاعنا ده كده، بس حامض جدا، فبيحط شويه منه خلاص بيبقى يديك الحامض اللي انت عايزاه. فالحاجات اللي بقولها دي والمعلومات اللي بقولها مهمه جدا جدا. هنشغل الخلاط مع بعض. الكلام احلى توميه تكليها، فيها اللمعان فيها اللمعان، فيها الطعم فيها الطعم. آمنة آمنة يا نعم. تاني يا استاذ رحاب. تمام زي الفل، الله عليك. طيب عايز اقول طبعا ان احنا التومية عملناها النهارده بالتفاصيل اللي حضراتكم شفتوها واتكلمت عنها، علشان دي طلبت مننا كتير على السوشيال ميديا، كله عايز يعرف اسرار عمل التومية وخاصة من ايد الشيف المغاز. شفت التومية؟ بص على القوام اهو، مكان اهي، بص اهي، شفت ماسكة نفسها ازاي؟ حاضر عيني. ادي التومية، في سندوتشات شاورما بتلاقيها، في مشويات بتلاقيها، زي الفل. طعم التوم فيها بريئة من ملح الليمون اللي بيعمل مشاكل مع الكولون. فيها طعم الليمون. فيها طعم زيت الزيتون. حلقتنا النهاردة ببساطة سهولة مرونة قدرنا ان احنا نجاوب على سؤال مهم جدا، وخاصة التومية صديقة المطبخ الشامي. عملنا الناجتس فراخ النهارده، والتشيكن ناجتس المسمى بتاعها، بطريقه جديده وسهله وباشكال مختلفه. عملنا سلطه لطيفه وجميله وطبق مقبلات في المطبخ المكسيكي بنضرب له تعظيم سلام، عملناه بطريقه مصريه سهله وبسيطه. تقدري تتحكمي في الفليفر اللي انت عايزاه. رؤيه فن ابداع، بنشوف دايما الشيف المغازي متالق على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.